حصه او شيء ترى وايد عليك نقد؟ لا اي زين اشوف وايد ناس يعني صراحه المملكه العربيه السعوديه كلها موصي عليك موصي علي موصي بالانستغرام بتويتر هلا هلا بحصه لا لا تضايقونها لا امانه يعني امانه يعني من خلال سكوب اقول لهم ان يعني الشعور متبادل يعني انا يعني أمنيتي كنت أتواصل مع هذا الجمهور يكون اللي تقرب يمكن الحين بربطة راح تسمح لي الفرصة أني أكون أكثر قريبة منهم من خلال شاشة فنون فأتوقع يعني هالجمهور كان ودي أني أقدر أسمعهم أو أقدر أشوفهم الإنستغرام سهل لي هذا الموضوع أوكي. صار في تواصل ما بيني وما بينهم خصوصا أن أنا مو صاحبة يعني تغريدات على تويتر ما يعني أنت عندك إنستغرام بس إنستغرام وسمحت لي الفرصة أني أتواصل معهم أوكي. أما أنا قاعدة شو يعني ألمس حبهم من كلمة بليز فولو يعني إن هذه الكلمة بس بحق ذاتها يعني بحد ذاتها تخليك لا تقولين لا هالشعب يستحق أنك تتواصلين معه تقدمي له شيء يليق بمقامه وعلى فكرة الشعب المملكة العربية السعودية وايد يمتاز بالفكر وعندهم صراحة تذوق خاص حق الفن اي بامانه بصراحه ودائما انتقاداتهم تصير احس انها بمحلها يعني اذا عندهم شيء صريحين ما يجاملون هم شعب يعني ما يجامل ان حبك رفعك سابع سماء وان يعني رفض اي شيء تقدمه خلاص يعني انت عد نفسك انتهيت في عن المستوى الاعلامي او انتهيت عن المستوى النجوميه يعني بالمصطلح